هو طبعا المشجع الاولاني البرازيلي من سان باولو، زي ما هو قال من سان باولو، هو قال انه يعني بيواجه بس المشكله الوحيده انه احيانا من استاد لاستاد ومن ملعب لملعب بيكون في مشكله في التنقل، عشان طبعا انت عارف الزحام والعدد الجماهير الكبير جدا. Where are you from? From Portugal. Portugali, باين في ايدي العالم. What is your opinion about your team today? Don't speak English. Don't speak English. Okay. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه ده؟ كلمه عربي يا وليد، ده شكله من بولاق هنا. بيقول من البرتغال، فيعني كلمه عربي، اسمع كلامي، ده من بولاق ده. Where are you from? ما بيتكلمش، ده بقى ما بيتكلمش، ده ما بيتكلمش خالص، فقال لي ما فيش. فطبعا كنت بكمل لك الترجمه بتاعت الـ يعني الكلام بتاع هلو هلو ايرانيان. يا ايوه، هاو اباوت يور فيرست ماتش؟ يو لوست بيج سكور اجينست انجلاند. قول له حلال عليكم كيروش يا وليد، هديه مقبوله مننا. Have a good chance to promote to other to qualify to other yeah, the second round. Yeah, second round. You know that Carlos Quiroz, the coach of Iran, was the coach of Egypt, and we are the Egyptian TV, ETC Egypt. Yeah, yeah. Do you like Carlos Quiroz as a coach? Yeah, yeah, yeah. I like, and most of Iranians like كارلوس. لو عندنا كانوا زمان. هو طبعا الدهول، هو طبعا ده كيروش لو عندنا واخد ستة، يا لا ده كان زمانه. بص يعني ناس متصالحة يعني مع نفسها. هو طبعا بيقول الترجمة واضحة، طبعا بيقول ان هو ايراني، ويعني بيتمنى ان يكون عندهم فرصة في الصعود بعد الهزيمة الكبيرة من انجلترا. وقال ان هو بيحب كارلوس كيروش، وكل الشعب الايراني بيحب كارلوس، الجماهير الايرانية بتحب كارلوس كيروش جدا يعني، رغم انه خد ستة. يعني شايف الاجواء، الحقيقة اجواء الواد بتاع ساو باولو يا وليد اللي انت كلمته ده. ايوه، هو كان زي ما بقولت لك، هو كان بس المشكله الوحيده اللي بتقابله بيقول في التنظيم، انه احيانا في التنقل من استاد لاستاد او التنقل للاستاد بيكون فيه شويه زحام، وهو بيتوه شويه في ده. بس بيتوه في قطر، بيتوه في قطر، لا في طريقه الوصول. بس والله حقا للحق، مساله الوصول من الملاعب، من ملعب لملعب او من اي مكان في الدوحه لاحد الملاعب سهل جدا. لا ده انا هبعت للاخراج صوره عشان خاطر حد كان قطري على السوشيال ميديا بيقول يا جماعه بسرعه انزلوا، الطريق اتزحق. في خمس عربيات مثلا، تمن، والله لا ما مش معايا الصوره، صدق نسيتها يا صديقي، تمن عربيات. فكنت عايز اقول له روح صلاح سالم اعرف يعني ايه زحمه. لا انا بتاع ساو باولو ده كنت بقول لك كان لازم تساله سؤال مهم جدا، يعرف صافيو ولا لا؟ يعني محتاجين نجيب حد برازيلي في انت عارف يعني، واحد وراك اهو لابس برازيلي اهو، ده في واحد وراك يا وليد هيتجنن وتعمل معاه لقاء يا وليد، على شمالك اعمل معاه يا وليد لقاء. اه ده يعني فين ابو نضاره اللي في ظهرك اهو، اهو اهو على يمينك اهو اهو. ده حرام عليك، ده هيتجنن يا وليد. انت منين؟ من مصر كمان ده يا راجل. ده طلع ابننا يا عم. الله ما شاء الله. علي صوتك شويه قرب. السنغال دخلت مكاننا هنا، وكان نفسنا هنا نبقى مع المنتخب المصري، ولكن الامر كله في المنتخب السعودي والمنتخب القطري. يا عم احنا كابتن فاروق جعفر بعد شويه هيبقى معانا يحلل، اساله هو على الاجواء. قطر وان هي تحقق كاس العالم هنا. طب انت ايه رايك في اجواء كاس العالم؟ ايه رايك في عدد الجماهير؟ هو بيشتغل في قطر اصلا؟ انت مقيم في قطر؟ انا مقيم في قطر بقالك كام سنه؟ وانا دخلت هنا استاد الحسين واستاد الفلاح في استاد البيت، بصراحه قطر عامله تنظيم فوق الخيال، وهذا فخر لكل العرب ان قطر دوله عربيه مسلمه تنظم كاس العالم في هذه الاجواء. وطبعا كل نعمه منين يا وليد هو بقى؟ كل صاحب نعمه الاجواء ده بحر يا جماعه.
شوف الاجواء، شوف شارع كولوفارد من احسن الشوارع. دي لكنه شرقاوي ولا منين اصلا في مصر؟ انا من محافظه دمياط مركز فرسكوت. بحري، قلت لك بحري، عيب عليك. بلديه طبعا. اه وبلديات يعني منصوره، شفت انا عرفته من لكنته جنبنا على طول. فالحقيقه زي ما كنت بتقول النهارده يوم مختلف، هو يوم مختلف حتى في انا هتجنن يا وليد، وعايز اعرف، عايزك معايا واحد برازيلي عايز اعرف يعرف سافيو وسيفينيو اللي احنا هنتجنن ونجيبه الاهلي ده. يعني البرازيل، البرازيل يعني عايز اشوفك وانت بتاخد بنيه في وشك من حد فيهم لما تقول له كده. يعني زي ما انت شايف لو جبت حد ان شاء الله نساله، بس انت كان النهارده موجود. طب في وليد واحد مصري وراك اهو، شكله اكبر بخاطره يعني، بص رايح جاي وراك اهو، اهو في ظهرك. تعالى اتفضل. شفت؟ سبيك عربي ولا انجلش؟ عربي؟ في لانجوج، كان سبيك، بس بيتر سبيك باي ايجيبشن لانجوج. يعني انت منين؟ من القاهرة. من القاهرة، عايش في قطر بقالك قد ايه؟ 14 سنة. 14 سنة، ايه رأيك في أجواء كأس العالم؟ والله أجواء عالمية بآداب وأخلاق، مسلمة عربية الحمد لله. أجواء زي ما أنت شايف، الجو زي ما أنت شايف الحمد لله. يعني الناس كلها إيه اللي اتغير في قطر مع استضافة المونديال؟ إيه الجديد اللي اتضاف للبلد؟ قطر نورت والعالم كله شافها وعرف قد ايه قيمه قطر، عرف يعني ايه قطر، عرف يعني ايه عرب، عرف يعني ايه عرب بالتحديد، ما فيش بينهم اي خلافات، ما فيش بينهم اي مشاكل، قد ايه واحده احنا الحمد لله على مستوى التنظيم وعلى مستوى المنشات. ايه اللي اتضاف جديد مؤخرا؟ اكيد طبعا انا موجود في البلد قبل ما قطر تستضيف كاس العالم او قبل ما يختاروا. كله بيقولوا قطر زحمه جدا. شفت البنيه التحتيه ازاي بتتبني، ازاي تغيير الطرق، ازاي صرفوا فلوس، ازاي استثمروا في البلد، ان حتى بعد اسال يا وليد على موضوع الزحمه كده. انت شايف الدنيا زحمه اكتر من المتوقع ولا والله كانت الامور ماشيه يعني؟ لا الحمد لله، النظام حلو، النظام حلو في كل حاجه، زي ما انت شايف الطرق مفتوحه، الناس كلها ماشيه على رجليها مبسوطه وسعيده، مش حاسه بالتعب اللي عند الناس. الاجواء كلها فرح يعني، الناس كلها فرحانه. شكرا جزيلا. شكرا ليك، شكرا ليك. يعني دي كانت رسالتنا واجواءنا يا استاذ محمد النهارده، ويعني ان شاء الله نكون متواصلين يعني في اوقات جايه وحلقات جايه، ونحاول كده ناخد يعني جوله. اهو برازيلي وراك اهو، وليد هات واد برازيلي اهو، شد الواد اهو بالعالم اهو. كم 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 اي كم بالعالم اهو، لابس العالم البرازيلي اهو. كم هير، كم هير بيسايد مي، وير ار يو فروم؟ ايوه ايوه كده يا جماعه. انا قلت مش همشي الزوم ده الا ما اعرف موضوع سافيو وسيفينيو. كم كم وي هاف ا فيري فيمس بلاير ايجيبت ان الاهلي تيم ان ايجيبت كولد برونو سافيو. دو يو نو برونو سافيو از برازيلي؟ يا فيري جود، فيري جود. انت بساله كان بيلعب فين بقى اما نشوف فيري جود. يو نو هيم؟ Yeah, كان بيلعب فين؟ You know where he was playing. He's new, the new generation. Yes. But I'm not. I don't know. I don't watch. I don't watch the. بيلعب فين في البرازيل؟ Arab League in general. Okay. You know where he was playing in Brazil? In which club? I think Flamingo. No. هو كان بيلعب فين في فلامينغو؟ شوفوا لي كده. The Brazilian team today. اللي يطلع سافيو ده جامد يا جماعة. very finally number 9 the nine kills, you know. Yeah. We're looking for number 9 since 2002. Uh-huh. Number 9 is back. Uh-huh. I hope so. Yeah, I hope so. Thank you, good luck. طلع يعرفه بس ما يعرفوش قوي يعني. في جمالنا بيقول عارفه، ده من الجيل الجديد ولعيب جيد يعني رائع جدا. بقول له كان بيلعب فين؟ قال لي في فلامينجو. فطبعا هو واضح ان عمره ما تفتح عنه، لكن الحقيقه الناس هنا بتستمتع باوقاتها واستحقها. وليد يعني قول لي استقبال الجمهور لكريستيانو كان مختلف النهارده في الملعب؟ طبعا طبعا، هو يعني الناس كانت منتظره اثنين، هو ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. الاثنين كان كل مشتاق لظهورهم، الظهور بتاع ليونيل ميسي ما كانش على القدر المنتظر لانه طبعا خسر و ما قدرش ياخد فريقه للفوز، فكانت الجبهه الثانيه او الوجه الاخر هو كريستيانو رونالدو. الاستقبال كان كبير جدا، الميديا كانت موجوده بكثافه كبيره جدا في مباراه كمان البرتغال وغانا،
باستقبال الجماهير طبعا كان عظيم لكريستيانو رونالدو، وهو كمان اقنع الحقيقه واحرز هدف ودخل التاريخ باعتباره سجل في 5 دورات وهو الوحيد في تاريخ كره القدم اللي قدر يوصل لهذا الرقم. طب لما تشوفه هطلب منك طلب، قول له الاستاذ محمد شماني بيمسي هيظبطك ما تقلقش، هيدخلك بقى جوه المعسكر البرتغالي، وبيقول لك انه هيشتري الساعه اللي انت لسه منزلها ولسه عامل براند ساعه جديده لجول كده ليه، هو طالع بدماغه كده فوق حاطط صوره على الارضيه بتاعت الساعه، تعرف سي ار 7 اللي هي البراند بتاعه طبعا، فعامل ساعه كان عامل لها اعلان لسه قبل كاس العالم، دي ساعه كاس العالم، فنزلت السوق ب 22000 يورو، قول له اللي انا هشتريها ب 22000 واقول له اوكي كلنا بس انت قلبت انجليزي تقول لي اوكي. اه يعني خلاص انا بكلمك في كاس العالم، انت بتحسب 22000 يورو في دماغك طبعا بتحولها مصري دي واقول له ريال قطري لحد ما ارجع مصر. واقول له ان احنا مستنيينه في النصر السعودي، يعني اخر خبر نزل انه النصر السعودي عرض 250 مليون يورو فمنتظرينه في الدوري السعودي. اوكي. وبعدين لما تشوف كمان رساله ثانيه لصامويل ايتو، قول له يا ابني بطل هاري، الكاميرون والمغرب في الفاينل ده النهارده مفيش فرقه. ايوه الحقيقه الكاميرون كان ظهور مهم. ازاي خرجوا الجزائر دول يا ولين؟ ده انا عايز سؤال في المؤتمر الصحفي، ما تتكلمش عن كاس العالم معاهم، اسالهم انتوا ازاي خرجتوا الجزائر، يمكن في قصه، ده منتخب مستحيل يخرج بصراحه، منتخب الجزائري بنجومه بقوته بكل فريق كان وحش جدا. لا والله في في منتخبات في المونديال تخلي الواحد يتحسر على غياب منتخب مصر ومنتخب الجزائر وحتى منتخب ايطاليا، منتخبات كانت تستحق التواجد الحقيقه. نظام تصفيات للاسف يعني ممكن علشان غلطه او علشان دقيقه غايب فيها التركيز او غلطه حكم او اي شيء تلاقي نفسك بتتحرم من تاهل لكاس العالم وتنتظر 4 سنوات ثانيه عشان تتاهل. يعني كوستاريكا، الكاميرون، العديد إيران من المنتخبات حتى الحقيقه منتخب إيران حتى ايران طبعا ايران فالحقيقه منتخبات كتيره ما ظهرتش بالوجه اللي كان منتظر. استراليا كمان لعبت الى حد ما لكن برضه ما كانش المنتخب المقنع وطلبت هزيمه كبيره من فرنسا. فبالتالي الحقيقه نظام تصفيات زي ما قلت لك ممكن جدا يعاقبك على لحظه سرحان او غلطه يعني وانت عامل مثلا ستيل في النهائي كده. وليد هل لديك اقوال اخرى؟ كده الرساله وصلت وان شاء الله باذن الله طول الوقت هنحاول نوصل كده المشاهد مشاهد بوكس تو بوكس لكل ما يحدث في الدوحه وفي كل الاماكن هنكون موجودين باذن الله. لو حابب كريستيانو يدينا ساعتين واديك واحده ما عنديش مشكله. يعني شوف كده هحاول في الموضوع ده. لو انت معاك 22000 يورو ما عنديش مشكله، شوف ظبط بقى. طيب وليد الحديدي مفادنا في قطر، شكرا جزيلا لك.